إلى مثواه الأخير. اختارت السلطات تشييع جثمان الفنان عبد الجبار الوزير قبل صلاة الظهر عكس ما كان متوقعا، تفاديا لربما للازدحام والتجمعات في زمن كورونا. رغم ذلك توافد عدد من الفنانين من أصدقاء ورفقاء الفقيد عبد الجبار الوزير إلى مقبرة باب دكالة. اول مره نخدم مع السي الحاج عبد الجبار كمنتج وممثل، كل مدخول قليل تيقول لي الله يسامحه والحاج كبر رقيق. درنا الاقاليم الصحراويه كلها واقاليم ديال البرزازات، الوحيد في المغاربه والطيبوبه، واخا خسر في الانتاج بركه هو ما تيتخلص بعض المرات الله يسامح، باش دير جوله في الاقاليم الصحراويه للداخل راه ما ساهلاش. كنت محظوظ من المحظوظين اللي اشتغلت معاه لمده 11 سنه حنا تنشتغلوا في التحق بينا في الورشه، واشتغلنا ما شفنا من السي عبد الجبار غير الخير والنصح والانسان اللي بغى الفن يزدهر في هذه البلاد، وماشي مادي، وراجل الله يرحمه في هذا النهار مسكين. زعما كنا احنا في حقه كنا محظوظين اللي اشتغلنا معاه. السلطات سارعت بإغلاق باب مقبرة باب دكالة في وجه وسائل الإعلام التي حاولت التقاط اللحظات الأخيرة للراحل عبد الجبار الوزير بأي طريقة كيفما كانت. أيقونة المسرح المغربي ترك خلفه تاريخا من الأعمال الفنية التي ستبقى خالدة في الذاكرة الجماعية للمغاربة. دازوا مع اعمال جيده لا من التلفزيون بحال المكروم بحال زمان كنزه اللي كان عيان وجبناه مسكين معنا بهذاك الشكل ديالو مع السيده ولاد السيد، قال لك نستغلوه الحاجه باش بار هكاك واخا ما غادي تمشيش على رجليه. الحمد لله كانت وديما هو ما عندوش السوق في المرض زعما راه مريض ولا شي حاجه، والحمد لله انا بزاف تنشكر ولادو بزاف لانه هو عانوا معاه والله يرحمه مسكين الله يرحمه. عن عمر يناهز 92 سنة غادرنا عبد الجبار الوزير الذي رحل عن دنيانا وقد ترك وراءه أعمالا فنية وسجلا حافلا دام أكثر من 60 سنة، ترك بصمات واضحة على السينما والمسرح والتلفزيون.